لاحظتم ملاحظة يعني ستلاحظونها جميعا، أنه عندما صعد بدر للحلبة رفقة ابنته وبدأ يلعب مع ابنته، نلاحظ ريكو قام بهذه النظرات. السلام عليكم أصدقائي الأعزاء ومرحبا بكم في حلقة جديدة، واليوم كما يترقب وينتظر الجميع فالنزال التاريخي بين بدر وريكو. سيتم النزال بحلبة أرنهيم بهولندا مع الساعة 9 مساء، لكن كما تلاحظون أن ريكو فيرهوفن كان على ما يبدو واثقا من نفسه، والمعجبين يلتقطون معه الصور ويبدو يعني متماسك وصلب، لكن لاحظتم ملاحظة يعني ستلاحظونها جميعا، أنه عندما صعد بدر للحلبة رفقة ابنته وبدأ يلعب مع ابنته، لكن في هذه اللحظة بالضبط قام ريكو بهذه النظرات كما تلاحظون، ولا أظنها نظرات الانتقام، ربما نظرات الخوف أو يمكن القول نظرات الشفقة على نفسه. المهم إن شاء الله كل شيء سيتضح في المساء. نتمنى الفوز للبطل العملاق بدر هاري، وكلنا بدر هاري. وشيء آخر أعزائي المتابعين ربما لم تلاحظوه، إذا انتصر بدر هاري في هذا النزال فهي ضربة قاضية لريكو ولجمال بن صديق أيضا، لأنه رغم كل ما قال جمال بن صديق، ولعلكم تذكرون ما قال، أن بدر هاري خائف، يخاف من الخسارة، لا يريد مواجهة، وظل يتهجم على بدر يعني بكلام كثير وفي عديد من اللقاءات الصحفية والندوات، إلا أن بدر هاري لم يجبه. وعندما قرر بدر هاري نزال ريكو يعني كأنه يقول لجمال بن صديق يعني لست في المستوى حتى أرد عليك، وإذا تمت هزيمة ريكو في نزال اليوم فهي ضربة أيضا لجمال. هذا فقط كلامي وتحليل متواضع مني، وهذا ما استنتجت، وربما أكون على صواب أو على خطأ. المهم أعزائي نتمنى الفوز للبطل بدر هاري، وأشكركم على حسن المتابعة، ولا تنسوا أعزائي أن تضغطوا على زر الاشتراك أسفل القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد في عالم الرياضة وفنون القتال، وشكرا لكم من جديد على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.